السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة، والف الف الف مليون شكر لكل واحد دعمني وكل واحد اشترك في القناة. والله بحبكم جدا جدا جدا، ويا رب دايما كلكم وكل اللي بيشوفني يكون مبسوط ومتهني وسعيد يا رب العالمين. النهاردة معانا حاجة ظريفة جدا جدا، وهي مصروف البيت. انا متشاكل مع المدام بسبب 200 جنيه كانوا ناقصين. المهم قلنا هنلعب لعبة، لو هي كسبت تاخد مني 200 جنيه، لو انا كسبت مش هتاخد مني حاجة، تمام كده؟ ومعانا برضو الاولاد هيخشوا يلعبوا مع اللعبة ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، واللي يكسب مبروك عليه، وتعالوا معانا نعيش الاجواء ديت ونشوف مين اللي هيكسب. وما تنسوش قبل ما ابدا اي حاجة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا، يلا بينا. وطبعا كالعادة جبنا كاس مية، دي اول الجولة. وطبعا التلاتة قعدوا قدامي، هما كمان بيتحدوني وعاوزين ياخدوا مني مصروف كبير، فقالوا احنا هنلعب معاك واحنا اللي هنكسب. كده الموضوع كبر جدا جدا وبقى حاجة تانية خالص. هو من التلاتة عاوزين، غير طبعا المدام عاوزة 200 جنيه، فالموضوع كده اصبح بقى فيه مناوشات وحوارات وحكايات، واصبح الموضوع دلوقتي بقى على 300 جنيه. يلا بينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي، واللي يكسب هياخد كده كده، هتاخد ال 200 جنيه وكده كده هما هيفرقوا المصروف عليهم وبالزياده كمان المره دي، عشان هما تحدوني تحدي جامد قوي. يلا بينا. ايوه هتكسبي يا ماما ان شاء الله. يا ماما ان شاء الله. مالك مالك كتاب واحد بس اليوم. مالك بقى واحد، واللي يغلط يطلع، اللي يقول غلط يطلع. مالك كتابة. يا لهوي ارجع يا لهوي. مالك ولا كتابة؟ مالك ايه ده؟ واحد بس اللي يقول مالك ولا كتابة؟ كتابة. يلا عادي. مالك ولا كتاب؟ كتابة. ايه؟ كتابة. كتابة؟ مالك. لا تعال. وفاضل معانا متسابق واحدة وهو ال 200 جنيه. تعالي بقى كده عشان نشوف بقى ايه الكلام هيبقى عليه. لو قلت صح على عليك ال 200 جنيه، لو قلت غلط هتاخدي ثلاث اكياس. يلا بينا. مالك. مالك؟ بس وريني كده. انت شفتك وانت عمال تقلبها على انا ردت حاجه؟ لا يا انا ردتش حاجه، ما ردتش حاجه. انت بتخم؟ لا 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 ما بخمش. بص بقى عشان ال 200 جنيه لا مش هلعب، انا بخم ومش يخم وبتاع ده، لا مش هلعب اللعبه دي. بص بقى الكلام، صوري بقى كده. ماشي انا هفرجك، مش انت بتخم؟ مش انت بتخم معانا؟ ماشي انا هحميك، انا هحميك. بقول لك ايه؟ بقول لك مش انت بتخمنا؟ خد بقى انت، خد بقى انت، مش انت بتخم معانا وعمال تخبطنا بالاكياس؟ اجي اخرة اللي يخم. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا يا حبايبي؟ انا بس بقى خدت حقي وحق ولادي. قوم يا بابا هات ال 200 جنيه يا قلبي. استحمت حلوه الميه ومحضر لنا اكياس تاني لسه، ولسه محضر لنا اكياس كده. ماشي 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 عشان تبقى تخم تاني. امشي. ماشي ماشي ماشي. عمال تقلب في الجنيه هو هو، ولا عيل طلع صح وانا طلعت صح؟ ليه مخاوي مخاوي؟ شفت الحق بتاع ربنا ظهر؟ شفت؟ مع السلامة. معيش ال 200 جنيه أصلا. حقي وحق ولادي. معيش ال 200 جنيه. حقي وحق ولادي. معيش ال 200 جنيه أصلا. أحسن. معيش أصلا فلوس.